سواء السيده كاتبه الدوله ولا النائب ديال رئيس البرلمان ولا هذا السيد اللي هو رقم 2 في الحزب ديال الخضر ولا الناطقه الرسميه بحزب الخضر ولا رئيس لجنه القدس اللي لقيناه اللي هو واحد الراجل اللي هو يساري ولكن يعني هو اللي خدم القضيه معاهم لجنه ديال البرلمان لجنه ديال القدس هو اللي خدم معاهم القضيه حتى وصلهم للقناعه بانهم خصهم يعترفوا بالدوله الفلسطينيه. انا وجلسنا معاه وهضرنا معاه بواحد القوه قلت له شوف الله يخليكم انتم الشعب الفلسطيني كتعرفوا كيفاش وماشي بالعواطف والحماس لا ها الفرق ما بين القضيه الفلسطينيه وما بين القضيه ديال الصحراء ما يمكن لكمش انتم تدفعوا باسمي ما عرفتش من غادي تسميوها انتما واش قدرتوا تخلخلوا الموقف السويدي او التوجه يعني بطبيعة الحال وقلنا له كنطرحوا عليه سؤال واش عندكم المعطيات الكافيه كتظنوا عندكم المعطيات الكافيه باش تاخذوا قرار بهذه القوه وهذه الخطوره على منطقه بكاملها حنا كنقول لكم هذه وهذه واش خبركم حنا كنقول لكم بان الانفصاليين راه ما قدرناش نحصيوهم الامم المتحده ما قدرتش حنا كنقول لكم بانه هذيك اللجنه ديال اولاف اللي كتعطيوها انتم الاعانه راه الاعانه دارت جهه اخرى واش انتبهتوا؟ حنا كنقول لكم المأساه التي يعيشها اخواننا الانفصاليون في المخيمات ديال الحماده ماشي المغرب اللي مسؤول عليها مسؤوله عليها الجزائر باش ملي كيقولوا اشنا هي المقومات ديال الدوله كيقولوا ارض ها هي الشعب ها هو في الخيمه ولكن هذاك الشعب ليست له سياده على 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 الارض ولذلك حتى الحزب اليمين اللي كان حاكم في 2012 رفض باش يعترف لان هذوك الناس كيخدموا بالقانون واعطيناه واحد دابا ما توقعوش شي مفاجاه غير ساره من السويد لا شوف الدوله ذات سياده حنا كنتعاملوا بواحد شويه ديال السذاجه يعني كدوله مغربيه وخصهم يقولوا لنا ما غنعترفوش والله عمرنا ما غنعترفوا هادشي راه ما كاينش يعني هاد الناس مسؤولين كيقولوا لنا راه حنا ما غنعترفوش هما قالوا ما غنعترفوش الان اللي قالوها يعني الوزارات الخارجيه وكذا حنا قلنا لهم قال لك حنا راه ديك اللجنه ما درناهاش باش نعترفوا ولا ما نعترفوش بغينا نجمعوا المعطيات قلنا لهم حنا سمحوا لنا نتساعدوا معكم وحنا بغيناكم غير بعدا كاحزاب اجيو عندنا حنايا ونديوكم ونوقفوا معاكم حتى تعرفوا الحقائق كما هي وانا دا خذوا اللي بغيتي لا دوله ذات سياده ما شفتي عليها انت اش غادي دير وقلنا لهم كذلك حنا عارفينكم بانه اليوم اوروبا كلها كتعرف ازمه ولكن راكم انتم كتوركوا علينا اقتصاديا راه هذا الشيء راه ماشي مزيان حنا عندنا ازمه اجتماعيه وغادي تكملوا لنا على هذه الازمه الاجتماعيه تنعوا او لا غجاملوكم شي شويه لا ما كاينش المجامله وما كيعرفوش المجامله حنا اللي كنعرفوا المجامله وبسطيله وداك الشيء هما ما كيعرفوش هذا الشيء هذا راه ما كاين باس راه كنجلسوا دخلنا عند السيد الوزير كيقول لك اللي بغى قهوه ياخذها لها ويدخلها معاه في الدوش هما راه الوزيره لقطت غا التاكسي كيديروا بها دعوه في المحكمه ما كاينش راه خصها تمشي لنا بلا منيب باش نختموا هذا الموضوع باش نقول لك يعني باش تقول لي كنا نجح كاين نجاح كاين نجاح لانه هاد الناس On les a amenés à réfléchir, à reconsidérer la question. ولكن انا كنتمنى انه الدبلوماسيه المغربيه هادشي اللي بغيت نقول شنو هما الدروس تصيفط ناس اخرين وتصيفط اخرين راه عطى الله الناس اكفاء معتبرين في البلاد في المجتمع المدني وفي الحقوقي موجودين باحثين كذا وتصيفط باش هذه الخطوه اللي درناها حنايا كنعتبرها خطوه خصها تزيدها خطوات اخرى دابا الدوله راه غادي تصيفط واحد المجموعه ديال الاحزاب اليمين وداك الشيء غادي تصيفطهم تماك غاتصيفط انا قلت لهم في وجهه نظري بلاش ما تصيفطوهم حيت هذا قال لك برك ما تصيفطونا عباد الله راه حنا صافي راه فهمنا راه دويتوا معنا كذا ولكن اذا زاد عن حدي انقلب الى ضده راه ما قالوها راه يمكن بقيتوا تضغطوا علينا راه يمكن تكون نتائج عكسيه لان انتم كتضغطوا والمجتمع المدني كيضغط علينا والناخبين ديالنا كيضغطوا علينا وهذا وخليونا شويه والمغرب راه اليوم موجد واحد الوقفه تما في السويد يا سيدي موجد وقفه يعني احنا بعد الشباب والشابات ديال المجتمع المدني تما التقيناهم قال لك راه قالوا لنا خصكم تخرجوا قال لك حنا السويد كنحماقوا عليها هاد العين هي المغرب وهاد العين هي السويد عطاتنا خدمه عطاتنا كرامه عطاتنا يعني الدرس هو نتعاملوا شي بذكاء مع الموضوع ماشي خصنا نتعاملوا بحضاره فهمتي كيفاش هاد الناس راه متبعينا خصنا نقولوا الكلام المزيان وما نهيجوش الحماس ديال الشعب المغربي الشعب المغربي خصنا نوروه ونقولوا ليه الحقيقه ونقولوا له هذه دوله ذات سياده راه شويه ما تعترف هاد الكلام اللي رجعتي للمغرب من بعد الرحله ديال ستوكهولم او المهمه ديال ستوكهولم